بيبدأ فيلمنا في فصل في المدرسة، وبيظهر فلينت اللي بيحاول يثبت لأصحابه في المدرسة إنه مخترع، وبيقول لهم إن هو هيحل ليهم مشكلة كبيرة كلهم بيشتكوا منها، وهي طريقة ربط الرباط بتاع الجزمة. بيقول لهم فلينت إن هو اكتشف إسبراي بيترش على الرجل فبيعمل الجزمة على طول من غير أي رباط. في الأول طبعا بينبهر كل أصحابه من الاختراع ده، ولكن بيسألوا واحد من أصحابه إزاي هيقدروا إن هم يخلعوا الجزمة، وما بيكونش فلينت فكر في إجابة للسؤال ده، فبيفضلوا إن هم طبعا يتريقوا عليه. بيروح فلينت بعد كده للبيت وهو متضايق ان اختراعه فشل خلاص، وبيتكلم بعد كده مع والدته اللي بتقوله ان معظم المخترعين فشلوا في بداية حياتهم، وان هو لازم يكمل لحد ما يكون اشهر مخترع في العالم، وكمان بتديله البلطو الابيض اللي بيلبسه العلماء، وبرغم ان هو كان كبير عليه جدا ولكنه بيلبسه وهو بيكون مبسوط بيه. بيتحمس بعد كده فلينت مرة تانية وبيرجع يحاول ان هو يعمل اختراعات جديدة، ومنها ان هو حاول يعمل تلفزيون بيتحرك بدل ما نستخدم الريموت، وكمان فكر في علاج لصلع الشعر، وفكر بعدها ان هو يعمل عربية بتطير، ولكن فشلت كل اختراعاته وعمل الكوارث كتيرة. بنعرف بعد كده كمان ان فلينت كان بيحاول ان هو يساعد بلده بكل الاختراعات دي، وبنعرف كمان ان هو عايش في جزيرة صغيرة في وسط المحيط، وبيكون في مشكلة كبيرة تانية في الجزيرة، وهي ان الناس بطلت تشتري منهم السمك اللي بيصطادوه، فما بقوش ان هم يقدروا يشتروا اي حاجة تانية، وكل الناس اللي على الجزيرة بقت بتاكل السمك اللي بيصطادوه وبس. بيحاول بعد كده فلينت ان هو يحل مشكلة الاكل في المدينة، وبيخترع جهاز يقدر ان هو يحول المية العادية لاكل. فبيبدأ فلينت ان هو يجرب الجهاز الجديد مع القرد بتاعه، وفعلا بيكون الجهاز على وشك ان هو يطلع الاكل، ولكن فجأة الكهرباء بتقطع في البيت بسبب الجهاز والحمل التقيل اللي عمله على الكهرباء، وبتفشل التجربة. بيحاول كمان بعد كده فلينت ان هو يكرر التجربة مرة تانية، ولكن بيمنعه ابوه اللي بيقوله ان كل اختراعاته فاشلة، وان هو لازم يوقف يفكر في اي اختراعات جديدة، وان هو من تاني يوم هينزل يشتغل معاه في محل السمك بتاعه. بيتضايق فلينت طبعا، وبيفتكر والدته اللي كانت دايما بتشجعه ان هو يفكر ويخترع حاجات جديدة، وبنشوفه هو بيسمع كلام ابوه فعلا، وبيبدأ ان هو ينزل الشغل معاه في المحل. بيحس بعد كده فلينت بالملل، وبيكون عاوز يرجع يفكر في اختراعات جديدة، وفجأة بيسمع في التلفزيون ان رئيس المدينة قرر ان هو يعمل مشروع سياحي كبير، وحط له ميزانية كبيرة جدا، وبيسأله ابوه اذا كان هيحضر معاه افتتاح المشروع، ولكن فلينت بيرفض وبيفضل في المحل، وفعلا ابوه بيسيبه وبيمشي. بيلبس فلينت بعد كده البلطو بتاعه، وبيستغل ان المدينة كلها مشغولة في حفل افتتاح المشروع، وبيقرر ان هو يجرب الجهاز بتاعه على محولات الكهرباء العمومية للجزيرة. بنروح بعد كده لرئيس الجزيرة اللي بيقول ان المشروع اللي هو فكر فيه هيغير من حياة المدينة بالكامل، وبنشوف جريدة وهي بتبعت صحفية اسمها سام علشان تغطي أحداث الافتتاح. بيكمل بعد كده رئيس المدينة كلامه، وبيقص الشريط وبيشيل الستارة، وبيكون المشروع عبارة عن أكبر سمكة سردين في الجزيرة، وبتكون في حوض سمك عملاق وبتعمل حركات بهلوانية، وبينبهر طبعا كل اللي موجودين في الاحتفال بالمشروع الجديد. وفي نفس الوقت بيكون فلينت بيجرب الاختراع بتاعه على محول الكهرباء بتاع المدينة، ولكن بنلاقي ضابط شرطة بيكون معدي بالصدفة، وبيشوف فلينت وبيحاول ان هو يقبض عليه، ولكن بيطير الجهاز لان الكهرباء بتكون قوية جدا، وبيطير معاها فلينت اللي ما بيكونش فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ولا قادر حتى ان هو يوقف الجهاز اللي بيطير لمكان الاحتفال، وبيكسر حوض السمك العملاق وبتغرق الجزيرة كلها. بنشوف بعد كده كل أهل الجزيرة وهم طبعا متضايقين إن المشروع باظ، وبيكون من ضمنهم أبو فلينت اللي بيكون زعلان جدا من اللي عمله فلينت. بيسيبهم فلينت بعد كده وبيروح يقعد على الشط، وفي نفس المكان بتيجي الصحفية سام اللي بتكون زعلانة لأن التقرير اللي عملته عن حفل افتتاح المشروع باظ، بالذات إنه كان أول تغطية صحفية تعملها بعد تخرجها. بتقابل سام فلينت اللي بيحكي لها عن اختراعاته وبتعجب بيها، ولكن بيلاحظوا إن في حاجة غريبة حواليهم بتحصل. بيتفاجأ فلينت إن مشروعه فعلا نجح، وبنشوف السماء وهي بتمطر سندوتشات في كل مكان. بيفرح بعد كده أهل المدينة جدا باللي عمله فلينت، وبتصور سام الاختراع الجديد للقناة بتاعتها. بيطلب أهل المدينة من فلينت إن هو يخترع جهاز يعمل لهم أكل مختلف غير سندوتشات البرجر، وبيوافق فلينت إن هو يعمل لهم الجهاز، ولكن والده بيمنعه لأنه بيكون شايف اللي حصل ده مجرد صدفة، وإن فلينت مش هيقدر إن هو يعمل جهاز تاني وهيفشل زي كل مرة. بيتكلم بعد كده فلينت مع والده وبيقنعه إن هو يسمح له إنه يجرب يعمل الاختراع، وبيوعده إن هو مش هيفشل تاني، وفعلا بيوافق والده ان هو يعمل الاختراع.
بنشوف بعدها سام مع فلينت في المعمل بتاعه وبيشرح لها فكرة الجهاز بتاعه وان هو بيحول المية لأكل، وبتقول له ان كمية الأكل الكتير دي كانت بسبب ان الجهاز لما طار وصل للسحب اللي بيكون متخزن جواها مية كتير. بتسأله سام كمان اذا كان الجهاز هيتحمل ان هو يعمل الأكل الكتير اللي هيطلبه فلينت منه ولا لأ، وبيقول لها فلينت انه بيستخدم مؤشر الأمان علشان يقدر يحافظ على الجهاز، وكمان بيقول لها انه مش هيكون عارف ايه اللي ممكن يحصل لو الجهاز عدى معدل الأمان بتاعه. بيوصل فلينت الكمبيوتر بتاعه بالاختراع الجديد وبيطلب منه أول أكلة، وفعلا بيشتغل الجهاز وبيبدأ ينزل أكل كتير على الناس، وبنشوف أهل الجزيرة كلهم وهم فرحانين. وبعد كده بيظهر رئيس الجزيرة اللي بيطلب من فلينت إن هو ينزل من السماء 3 أكلات في اليوم في مواعيد الأكل علشان ما يكونش فيه أي حد جعان في الجزيرة كلها، وبيقول له كمان إن المذيعة هتغطي اللي بيحصل على الجزيرة ببلاش، وساعتها هيوافق البنك إن هو يديله قرض بمبلغ كبير يقدر بيه إن هو يطور من الجزيرة. وفعلا بينفذ فلينت اللي طلبه منه الرئيس، وبنشوف المدينة وهي بتتطور وبتكون أفضل بكتير، ومع مرور الوقت بتكون كمية الأكل اللي بتترمي طبعا كتيرة جدا، وكمان بنشوف كل السكان وهم بيتخانوا جدا ومحدش بيشتغل لأن كلهم بيأكلوا بس ومش بيقدروا ان هم يعملوا اي حاجة تانية. فبيروح بعد كده فلينت لأبوه في المحل وبيلاقيه حزين وزعلان، وده لأن ما بقاش فيه اي حد بيشتري منه سمك، وبيطلب منه فلينت ان هو يجرب معاه الأكل الجديد ولكنه بيرفض وبيسيبه فلينت وبيمشي. بيروح ضابط الجزيرة لفلينت وبيطلب منه ان هو يعمل أكل معين في اليوم ده لأن عيد ميلاد ابنه في نفس اليوم، وبيقول له فلينت ان هو هيعمله طلبه برغم ان هو عنده طلبات كتير. وفعلا بينزل فلينت كمية ايس كريم كبيرة جدا، وبنشوف المدينة كلها وهي بتاكل ايس كريم وكمان بتلعب وتتزحلق عليه، حتى فلينت اللي بيلعب مع الاطفال في الشوارع. وبتغطي سام الاحداث دي كلها اللي بتحصل على الجزيرة، وبتدعو كل الناس من كل العالم ان هم ييجوا للجزيرة علشان يحضروا افتتاح المدينة السياحية الجديدة اللي عملها الرئيس في الجزيرة. وبنعرف بعدها ان فلينت معجب بسام وبيقرر ان هو يعمل لها اكبر قالب جيلي في العالم كله لانه عارف كويس انها بتحبه جدا، وفعلا بتفرح جدا بالمفاجأة دي، وبيدخلوا جوه القالب وبيفضلوا يلعبوا ويتنططوا. ولكن مع كل الاحداث دي بيبدأ معدل الخطر للجهاز ان هو يزيد، وبيروح بعدها فلينت لابوه وبيقنعه ان هو يروح معاه علشان ياكل من الاكل اللي بينزل من الجهاز. ولما بينزل لهم الاكل بيقول له ابوه ان الاكل بينزل باحجام كبيره جدا وان دي حاجه مش طبيعيه، ولكن فلينت بيكون شايف ان مفيش اي مشكله، وكمان بيعاتب ابوه لانه دايما بيشوفه مخترع فاشل وما بيثقش في امكانياته. فبيخرج فلينت من المطعم ولما بيبص حواليه بيلاحظ فعلا ان الاكل بقى بينزل باحجام كبيره قوي، وبيجري فلينت على المعمل وبياخد عينات ويحللها، وبيعرف ان السبب ان المية الكتيرة الموجودة في السحب هي السبب في احجام الاكل دي، وبيقرر فلينت طبعا ان هو يوقف الجهاز. ولكن فجأة بيظهر رئيس الجزيرة واللي بيكون تخين جدا، وبيقول لفلينت ان الافتتاح هيكون في اليوم اللي بعده، وبيديله قائمة الاكل اللي هو عاوزها تنزل في اليوم ده. بيبدأ الافتتاح وفعلا بنشوف الناس وهي بتيجي من كل مكان في الدنيا علشان طبعا يتفرجوا على المدينة السياحية الجديدة وكمان الاكل اللي بينزل من السماء. وبتكتشف سام انه هيكون في عاصفة قوية جدا وبتحاول انها توصل لفلينت علشان تلحق تبلغه، ولما بتقوله ما بيكونش مهتم وبيقول لها ان هو عاوز يحتفل بالاختراع بتاعه قدام العالم كله ومش عاوز اي حاجة تعكر صفوه في اليوم ده. بيدخل فلينت بعد كده الاحتفال وكان على وشك ان هو يقص الشريط، ولكن فجأة الجو بيتغير وبنشوف عاصفة قوية جدا من المكرونة وكمان رياح قوية وكلها فلفل وملح. بيهرب كل الناس بقى من الخوف وبيجري فلينت على معمله علشان يوقف اللي بيحصل، وهناك بيلاقي رئيس الجزيرة وهو بيطلب أكل كتير وبيحاول فلينت إن هو يوقف الجهاز، ولكن الرئيس بيبوظ الكمبيوتر وما بيكونش فلينت قادر حتى ان هو يوصل للجهاز علشان يقدر يتحكم فيه. بتهدى بعدها العاصفة وبيطمن اهل الجزيرة، ولكن سام بتقول لهم انه هيكون في عاصفة اقوى منها، وبتبدأ تصور اللي بيحصل وبتقول على التلفزيون ان العاصفة هتضرب نص الكرة الارضية وان الارض كلها هتكون عبارة عن اكل وبس. بيطلع ابو فلينت من البيت وبيلاقي الجزيرة كلها متدمرة طبعا، وبيفضل ان هو يدور على فلينت لحد ما بيلاقيه، وبيكون طبعا يائس وحزين لأنه كان كل هدفه إنه يساعد الناس وبس، ولكنهم استغلوا اختراعه غلط. ولكن أبوه بيديله البلطو وبيقوله إنه لازم يدور على حل للمشكلة علشان يقدر ينقذ الجزيرة من الضياع. بيتحمس بعد كده فلينت بعد كلام أبوه وبيدخل معمله فعلا، وبنشوفه وهو بيخترع عربية بتطير
وكان على وشك ان هو يطير بيها علشان يوصل للاختراع بتاعه ويوقفه، ولكن بيشوفوا اهل الجزيرة وبيحاولوا ان هم ينتقموا منه لانه السبب في كل اللي حصل لهم ده، وبيجي راجل الشرطة وبيقول لهم ان هم السبب لان هم ما استغلوش الاختراع بشكل صح، وكانوا بيطلبوا اكل كتير جدا، وبيطلب منهم ان هم يبدأوا يعملوا قوارب نجاة علشان ينقذوا نفسهم من العاصفة. بيركب فلينت بعد كده مع سام والمصور العربية وبيطيروا بيها، ولما بيوصلوا لمكان الجهاز بيكتشفوا ان الجهاز عامل كرة تلج كبيرة جدا حواليه، وكمان بتطير منه الفلاشة اللي هيقدر بيها انه يدمر الجهاز. بيكلم فلينت ابوه وبيطلب منه ان هو يساعده في تدمير الجهاز، وبيطلب منه ان هو يروح للمعمل ويبعت له الملف من على الجهاز الخاص بيه. فبيدخل فلينت جوه كرة التلج وبيفضل يتصل بابوه علشان يبعت له الملف اللي هيقدر بيه يدمر الجهاز، وبيقول له ابوه ان الجزيرة كلها بتتدمر وان المعمل بتاعه كمان على وشك ان هو يتدمر، ولكنه بيقدر انه يبعت له الملف في اخر لحظة. وبيكمل فلينت رحلته جوه كرة التلج وبيقدر انه يفجر الجهاز. بعد كده بنشوف سام والمصور وهم نازلين للارض بس من غير فلينت، وبيكونوا فاكرين انه مات في الانفجار، ولكن بيتفاجئوا ان الطيور نزلوه وانقذوه، وبيفرح أبوه جدا بعودته وكمان أهل الجزيرة كلهم. والحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعتنا. نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم، لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتش، تفعل زرار الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وسلام.